هاي الفترة كتير تعبانة، عم بقلق كتير، ما عم بقدر نام بالليل إلا إذا أخذت حبة منوم أو ممكن ضل قاعدة للصبح، وإذا صار وخفيت بشوف أحلام غريبة من نوعها. بس أنا بنت ما بخاف من أحلام، وبالأساس تربيت إني ما خاف من شي، وما فكر إنه في شي مستحيل ممكن يوقف بوشي. بس في شي دايما بتذكره ما بقدر أنساه، أمي، صوتها، دمعتها، ريحتها، كل يوم بشوفهم، يا بأحلامي يا بوجوه الناس الغريبة. وأبوكي؟ أبي ما بتذكره، ما بتذكر غير شخص كتير بشع، ما بتذكر غير إيده وهو حامل شاطه وعم يضرب أمي. بحاول جمع ذكرياتي لشوف وش اتذكر تفاصيله، صعب، كله بشع. طبيعي، لأنك يوميها شفتيه بشع وبيخوف. ايه، مرة سألت رفيقة عندي هي دكتورة نفسانية، قالت لي إنه أحياناً ذكرياتنا بتنرسم حسب أفكارنا ورغباتنا. منيح اللي استشرتي حدا مختص. طيب أنت وين ربيتي؟ وحدة ست قرايبتنا هي ربتني وكبرتني لحتى وصلت لهون، كانت قاسية علي بالبداية بس هلا بتحبني كثير ودايرة بال علي. الحمد لله لسه في ناس بتعمل خير بدون مقابل. فعلا. تالا، هلا أنت لما قلتي لي إنك مالك مستعدة تعملي أي علاقة عاطفية لا هلا ولا بعدين، كان السبب أبوكي مو هيك؟ إيه، بابا كرهني للرجال، حتى المرة اللي ربتني كان دايماً عنده مشاكل مع الزلمة اللي كانت تحبه، فكانت تشغل أفيه، فكر رهتني ياهم. كل ما أطلع فيكي بقعد أتحذر شو هو أحلى شي فيكي، وما كنت أقدر حدد، بس هلأ عرفت، ابتسامتك هي أحلى شي فيكي. شكراً. تعالى، أكيد أنت مالك مفكرة أنه كل الرجال مثل أبوكي، على الأقل أنا صدقيني أنا ما بشبه أي حدا تعرفت عليه من قبل. كيف يعني ما بتشبه حدا؟ لأنه أنا غير. ليه أنت غير؟ لأني بعشق ابتسامتك، وبحياتي كلها ما رح خليها تروح عن وشك. جربيني، بوعدك أنه رح تكون آخر مرة بتبكي فيها بحياتك. صعب. بترجاكي تفتحي لي قلبك وما تسكري بوشي وتركي الباقي علي، أعطيني فرصة. أنت ما عم تفهم علي. بلى، أنت أعطيني فرصة ورح أثبت لك أني بفهمك صح.